ساعات قليلة بتفصلنا عن انتخابات الكنيسة ال19. عمليا هاي الانتخابات مصيرية بكل معنى الكلمة، لسبب توقيت الانتخابات. طبعا احنا بنحكي على الانتخابات اللي جاءت بعد حرب غزة، شفنا فيها الإجماع اليهودي، الإجماع الصهيوني على العدوان، شفنا فيها إنه تطابق سياسات لكل، يعني السياسات اللي بتستهدف كل ما هو عربي. عمليا إخواني، ندائي عبر موقع شاشة نت هو عمليا نداء لرفع نسبة التصويت، اللي الإحصائيات للأسف بتحكي إنه راح يكون نسبة ممتنعين كثار اللي مش راح يقوموا بواجبهم الانتخابي. أنا بنظر للإشي بالغ الخطورة، بسبب إنه راح الإشي يأثر على نسبة التمثيل العربي في البرلمان للكنيسة الكردية. إخواني أهالي الرين، عمليا إحنا بنقدر نحكي أو بنقدر نقول إنه كنا أمام إنجاز جدا 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 عظيم، إنه دعاة الأحزاب الصهيونية في الريني تسطروا، يعني ما أعلن مواقفهم بشكل علني. عمليا هذا الشيء لمسناه في الانتخابات السابقة، بينما بالانتخابات هاي شفنا إنه عمليا في عملية في انحصار الأحزاب الصهيونية في الريني. عشان هيك إحنا بحاجة إنه نتمم هذا الإنجاز برفع نسبة التصويت، ويعني إيصال أكبر عدد ممكن من الناس لصناديق الإقتراع. عمليا إذا الوضع بيستمر، يعني خلينا نقول لحد الآن عمليا نسبة التصويت مش راح تفوق 55%، وهي نسبة اللي راح تضرب التمثيل العربي في البرلمان بصورة كبيرة جدا. الهدف هو إيصال نسبة تصويت لا تقل عن 70%. في حالة وصولنا لـ 70%، طبعا أول شيء انهيار معسكر نتنياهو، انهيار معسكر اليمين، طبعا نسبة تمثيل أكثر للعرب. عمليا نسبة التصويت كلما زادت يعني في الوسط العربي، عمليا هي الهدف اللي يعني ممكن انه يشكل جسم عربي موحد على الأقل حتى لو كان من خلال المعارضة، انه ممكن يطرح طلباته وممكن يتوجه للحكومة في 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 قضايا المجتمع العربي بشكل اقوى. عمليا الموضوع هو رفع نسبة التصويت، التجديد على عدم هدر الصوت العربي. يعني خلينا نقول الإخوة في التجمع والإخوة في الحركة الإسلامية العلمية والإخوة في الجبهة، هناك إجماع مطلق على رفع نسبة التصويت بغض النظر الصوت لمين يكون. يعني اللي ممتنعين أو اللي ما فيش عنده فكر سياسي معين، أو لحد الآن ما شافش حاله موجود في إطار سياسي معين، مطلوب منه يطلع ويصوت لواحد من الأحزاب أو واحد من الأحزاب اللي بيشوفه أكثر قريب لإله. هاي من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، قضية الوحدة ووحدة الأحزاب العربية هي السبب المباشر في انخفاض نسبة التصويت في الوسط العربي، لسبب الناس يعني الناس تأملت إنه يكون وحدة عربية، أو خلينا نقول ترشيح قائمة عربية موحدة تجمع جميع الأطياف. الشيء ما تحقق لأسباب، أفكر إنه مش هاي اللحظة اللي لازم نتناقش فيها، لأنه إحنا عمليا في لحظات حاسمة، إحنا في الدقيقة 90 مش حاجة نفتح هاي الوراق. أما عمليا اللي صار لأسباب أو الأخرى ما تحققتش الوحدة، بس هذا ما بيعني إنه إحنا نيجي نترك أحزابنا العربية لحالها في الساحة. مطلوب منا جميعا الخروج للتصويت للأحزاب العربية بشكل عام وكل من موقعه، لأنه نسبة التصويت برجع وبشدد هي عمليا رح تكون نسبة جدا جدا منخفضة إذا إحنا كملنا بهذا الوضع. إذا بنيجي كمان بنيجي نتطلع على قضايانا كأقلية قومية بهاي البلاد، عنا البرلمان في إسرائيل هو منصة اللي إحنا عن طريقه بنقدر نطرح قضايانا اليومية، من قضايا أرض، من قضايا مسكن، من قضايا تعليم جامعي، من قضايا خرائط هيكلية، توسيع مسطحات البلدات والكرة العربية. كل قضايانا هي قضايا سياسية بحت، إحنا بنحاول عن طريق البرلمان عن طريق تمثيلنا العربي طرح هاي القضايا بشكل يومي. حتى ولو إنه إحنا ما بنكرر في قضايا مصرية، ولكن إحنا بنحاول نستغل منصة البرلمان من أجل هذا الشيء. لذلك إخواني أخواتي أهالي بلدنا الكرام، نحن يعني معا نحو صناديق الإقتراع، معا نحو رفع نسبة التصويت، معا لدحر الأحزاب الصهيونية وتكنيسها من كورونا وبلداتنا العربية، معا لزيادة التمثيل العربي في البرلمان، لأنه بالتالي هو التمثيل الوحيد
والإطار الوحيد اللي إحنا ممكن عن طريقه نحقق تطلعاتنا المستقبلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.